بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الخدودية بنص متر. لو حابين نعمل كيس مخدة بنص متر برضو هنعمل نفس الطريقة. أنا معايا القماش متن نصين، كل نص فيه 120 سنتي، لأن عرض القماش 2.40 متر. بقيس من الناحية المقفولة، من الناحية المقفولة مش من ناحية البورصة، بقيس من الناحية المقفولة كده 50 سنتي، وبتنيهم كده أهو. بتني دايما لما بتني القماش بخلي التانية من هنا قد التانية من هنا عشان ما يبقاش موروب معايا، وباجي بقص كده اهو، وباجي بفتح القماش بالطريقة دي كده اهو، بيبقى معايا شريط طوله 2.40 متر. باجي بروح شقاه نصين بالطريقة دي كده اهو، بقيت عندي 120 و120. باجي من الجنبين اقفل من الجنبين، يا اما اعمل خط واحد واعملهم اوفر من الجنبين، يا اما بكففه بالطريقه اللي احنا بنكفف بيها. ارجعوا للقناه وانت هتعرفوا الطريقه اللي احنا بنكفف بيها واحنا بنتني. اهو بتني ثانيتين صغيرين فوق بعض، عرض نص سنتي كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وبتني الكيس، وبكده بيبقى اتعمل كيس مخده بنص متر. استنوني هقول لكم برده الفيديو الجاي، هقول لكم لو هنعمل كيسين مخده هنعملهم ازاي. شكرا ليكم.